هذه هي مايا تبتسم، أكبر ابتسامة لها على الإطلاق. بالنسبة لأم مايا إنها أفضل ابتسامة على الإطلاق، لأن هذه هي الابتسامة التي تراها كل أم عندما تحتفل طفلتها بعيد ميلادها الثاني. لقد تطلب الأمر الكثير من العمل لجعل مايا تبتسم هكذا، وقد بدأ الأمر كله قبل حتى أن تولد مايا. بدأ الأمر كله في سوق محلية، سوق محلية بها أنواع كثيرة من الطعام المغذي، الأطعمة المغذية التي كانت أم مايا تتناولها قبل وأثناء فترة حملها، وهو حمل عدت له بالانتظار حتى تصبح مستعدة لطفل ثان واختبار حالتها الصحية في عيادة محلية. عيادة محلية قدمت لأم مايا خدمات تنظيم الأسرة بتكلفة معقولة، وفيتامينات أثناء الحمل، وفحوصات دورية، وعمالة صحية ماهرة لمساعدة مايا على الخروج إلى هذا العالم. وبعد لحظات من ولادة مايا أدفأتها أمها وأرضعتها رضاعة طبيعية، وبعد بضعة أيام من ولادة مايا زارتها عاملة صحية مدربة وتأكدت أن مايا بصحة جيدة وأن صحة أم مايا جيدة أيضاً. أرضعت مايا رضاعة طبيعية على مدى الأشهر الستة الأولى ولم تحتاج لغذاء أو مياه إضافية، وعندما أصبح عمرها ستة أشهر بدأت أم مايا في إضافة أغذية جديدة لنظامها الغذائي، وخلال عاميها الأول والثاني خضعت مايا لفحوصات دورية وتطعيمات وحصلت على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها كل طفل. وبعد كل ذلك لما لا تبتسم مايا أكبر ابتسامة لها على الإطلاق؟ ليس بعد. فقبل أن تبتسم مايا أكبر ابتسامة لها على الإطلاق، كان على أسرة مايا أن تذهب إلى السوق وشراء أطعمة مغذية أكثر، وغسل الطعام بمياه نظيفة، وطهي وجبة عيد ميلاد لذيذة لمايا. سرعان ما تناولتها مايا، وعندئذ جاءت أكبر ابتسامة لمايا على الإطلاق. ووالدتها أيضاً، ليس لأن مايا تناولت وجبتها، وليس لأن هذا هو ثاني عيد ميلاد لها، وليس حتى لأن هذه أكبر ابتسامات مايا على الإطلاق. فأم مايا تبتسم لأنها تعرف أن الأمر قد تطلب كل هذا: خدمة تنظيم الأسرة، الطعام المغذي، والعيادة المحلية، والتطعيمات، والمياه النظيفة، والرعاية من جانب عاملين صحيين مدربين، وهو ما جاء كله معاً في نظام صحي قوي لإعطاء مايا أساساً لمستقبل واعد. النظم الصحية تخلق مستقبلاً صحياً ليعيش فيه الأطفال، وهم أكثر استعداداً للتعلم، يحتفلون بأعياد ميلادهم ويبتسمون ابتسامة أكثر سعادة وصحة وإشراقاً.